في التجمعات الانتخابية قد تبدو الكلمة والعهد والوعد الحبل الذي يربط المرشح بالناخب المحتمل، ولكن في المهرجانات الانتخابية التي تعيشها الولايات المتحدة حاليا تمهيدا لسباق الرئاسة نهاية السنة، لم يعد للكلمة أربابها فحسب، بل للملبس خبراؤه أيضا. المرشحون الديمقراطيون والجمهوريون خط الخطابة يوازي خط الموضة، ليتقاطع الخطان مع شخصية كل مرشح ومدى نفوذه، وللمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قصة في ذلك. هناك صورتان ظهرت بهما كلينتون في جلسة استماع على اعتداء قنصليتنا في بنغازي. الأولى ظهرت بسترة خضراء ونظارات وبدت غير مكترثة وأشعرتنا برفضها التواجد، بينما في الجلسة الثانية والتي جاءت بعد إعلان ترشحها فأرادت أن تبدو واثقة من نفسها وارتدت لونا داكنا يعكس هذا الانطباع. عرض أزياء خطابي لم يقتصر على السيدة الوحيدة المشاركة في السباق الانتخابي، فمنافسها من نفس الحزب برنارد ساندرز حريص على تقديم نفسه بمظهر الأكاديمي المتواضع الزاهد عن الرتوش والتلميع. وعلى النقيض من ذلك مرشحو الرئاسة عن الحزب الجمهوري، وإن كان أبرزهم وأكثرهم جدلا دونالد ترامب الذي قلما يلبس الملابس غير الرسمية، لكنه يحرص على تغيير لون قبعته بين أحمر وأبيض مع التأكيد على كتابة شعار حملته عليها. أما منافسه الجمهوري تيد كروز فيحرص على إبراز هويته الأصلية بأنه من تكساس. دائما ما نرى تيد كروز في ملبس رعاة البقر، وذلك حرصا منه على إبراز هويته والانفراد بشخصية تكون قريبة من الشعب. وعلى أي حال فقد يخبئ المظهر الرياضي المريح رسالة ملغومة تحت سترته، فيما قد تظهر البدلة التقليدية صوتا صريحا وجديا، ولعل ذلك ما يفسر ثقة البعض في المحامين والقانونيين منذ قديم الأزل. سماح السيد، العربية.